إذن مشاهدي محمدية براس، السلام عليكم. فهذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من مدينة المحمدية، المدينة اللي بطبيعة الحال كان عندها واحد لقب جميل ورائع وكنا كنفتخروا به بالمدينة، وهو المحمدية، مدينة الزهور والرياضات الأنيقة. للأسف بطبيعة الحال هذا اللقب هذا ما بقاش على أرض الواقع، والدليل هو يعني هذه النقطة اللي ولينا نعتبرها نقطة سوداء بمدينة المحمدية، اللي هو القلب ديال مدينة المحمدية، أقول القلب ديال المحمدية، اللي هو ساحة المسيرة الخضراء قدام السور التاريخي. إذا هانتوما كما كتشوفوا الأوساخ، النافورة من جديد ما خداماش، والنافورة بطبيعة الحال اللي تخسر عليها واحد المبالغ طائلة طائلة جدا، غير هذه تقريبا واحد 8 شهور أو 10 ديال الأشهر تخسرات عليها ميزانية أخرى من أجل الإصلاح. نقولها ونعاودها، في عهد المجلس السابق تخسرات عليها ميزانية جديدة من أجل الإصلاح، وخدمات شوية، خدمات شوية، ما نقولوش ما خدماتش، ولكن هانتوما كتشوفوا الحالة ديالها الآن، خاصة مع توافد عدد كبير من المواطنين خارج مدينة المحمدية اللي كتعتبروا في إطار السياحة الداخلية لمدينة المحمدية، كيجيو يزوروا المحمدية وكيبغيو يتصوروا مع المعالم ديال مدينة المحمدية، ولكن معاش غادي يتصوروا، معاش غادي يتصوروا. هانتوما كما كتشوفوا الحالة الكارثية ديالها، محيطة بالحاويات ديال الأزبال اللي كنطالبوا دائما أن هذه الحاويات يتحيدوا من القلب ديال القصبة ديال مدينة المحمدية. رعيب. هانتوما كما كتشوفوا بالصورة من جديد النافورة ما خداماش، هذا الحمام اللي حنا هو جميل يكون الحمام، ولكن كنتمنى يكون بواحد الطريقة حضارية، ما يكونوش هاد الأوساخ اللي كيخلفها الحمام. الله يهدي ما خلق وصافي. إذا اش غادي نقول؟ إلا تعطات المسؤولية للناس اللي ماشي في المستوى فغادي تنتظر هاد الأشياء هادي. إذا هادي النتيجة بطبيعة الحال. إذا نغادروا القصبة ديال مدينة المحمدية والنافورة ديال القصبة ديال مدينة المحمدية.